عبر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحجماني عن دور الوزارة في العمل على تمكين فئة ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للاندماج ليكونوا عناصر مساهمة في إنتاجية الوطن. هذه الورشة تأتي في سياق اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين بهذه الفئة من مكونات المجتمع السعودي، وتأتي أيضا في سياق تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أكدت يعني من في على أهم على أحد أهم عناصرها اللي هو تمكين فئة ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للاندماج والعمل والتعلم وليكونوا عناصر مساهمة في إنتاجية الوطن. ولذلك احنا نعمل من في سياق اهتمام الحكومة وفي سياق توجيهات صادرة بقيادة هذا الوطن وفي سياق رؤية المملكة العربية السعودية لتسهيل عمل واندماج هذه الفئة الغالية ضمن فئة المجتمع. نتطلع لأن تكون هذه الاستراتيجية متكاملة لتشمل ليس فقط ما هو موجود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن أيضا ما تقدمه الجهات الحكومية الأخرى، وجعل جميعها في يعني قالب واحد نستطيع من خلاله أن نحدد مؤشرات قياس أداء ومستهدفات ونعمل مع بعض لتحقيق هذه الرؤية إن شاء الله. وأكد الوزير الحجماني أن الوزارة تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة للعمل في القطاع الخاص. وكان بين الحقيقة في السابق تنسيق مباشر مع زملائنا في وزارة الشؤون الاجتماعية، واليوم بعد الدمج أصبحت يعني القضية ليست مجرد تنسيق ولكنها أيضا مهمة من مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تسعى إلى إتاحة الفرصة للقادر من ذوي الإعاقة على العمل بأن يعمل ويساهم في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأن تعمل أيضا على إطلاق تنظيمات تسهل عملية تحرك هذا 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 المواطن في منشآت القطاع الخاص من خلال تنظيم بيئة العمل وجعلها بيئة صديقة لذوي الإعاقة. الحقيقة أن عندنا برنامج يعني كنا أطلقناه في السابق، برنامج توافق يهدف إلى 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 تمكين ذوي الإعاقة من العمل، ولكن اليوم ونحن نندمج مع يعني في وزارة واحدة أصبح بالإمكان الدمج بين التأهيل وبين التدريب وبين التمويل وبين التوظيف وجمعها جميعها في قالب واحد إن شاء الله، وهذا سيزيد بالتأكيد من فعالية قراراتنا وفعالية سياساتنا إن شاء الله في المستقبل، وسيمكن إن شاء الله من تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الغالية إن شاء الله.